جديد الراي في رمضان. كل عام وانتم بخير، انا نواف القطان وراجع لكم برمضان في شخصيه السندباد. جهزوا جوازات السفر لاني راح اخذكم في رحله حول العالم. رحله مثيره حول العالم، راح اكون معاكم على مدى 30 يوم خلال شهر رمضان الكريم. راح نلف الدول، نسافر عبر القارات والحضارات، نكتشف حضارات جديده، بالاضافه الى المتعه والمعلومه راح يكون عندنا جوائز وكنوز قيمه جدا. اربح سياره كل اسبوع وجوائز نقديه بالالاف والمفاجاه الكبرى، بالاضافه الى الجوائز اللي موجوده عندنا من كاش وكنوز وغيرها من الاشياء. اكيد راح يكون عندنا مثل ما عودتكم الراي كل سنه في شيء جديد. جائزه هي باختصار لامبورغيني حلوه مره. وعشان تحجز مكانك معانا في هذه المغامرة، كل اللي عليك انك ترسل مسج على الارقام الموجودة. السندباد يومياً 41 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت الكويت، وحصرياً على الرأي.